بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. بداية أرحب بكم بالسنة الدراسية الجديدة، إن شاء الله تكون سنة خير وصحة وسلامة عليكم جميعا. بما أن احنا متعرفين سابقا ودارسين سوية، فقط يفترض نتعرف على المادة الدراسية اللي راح نتناولها إن شاء الله سوية في هذا العام الدراسي. راح نتناول مادة اسمها أسس شبكات الحاسوب. هذه المادة تتناول عدة فقرات، إن شاء الله راح نمر عليهم تباعاً خلال هذه السنة الدراسية. مثل ما تعرفون إنه التعليم مدمج، فالقسم قرر إنه مختبرنا من ضمن المختبرات هذه المادة بها مادة جزء نظري وجزء عملي. القسم قرر إنه المادة ممكن أن يعطى المختبر أيضاً بشكل إلكتروني، بس هذا ما يعني أنه في حال وجود حاجة للقاءنا سوية أو لإيضاح بعض الأمور، إذا عندنا بعض المشاكل نلتقي إن شاء الله حتى وإن كان كل كم أسبوع مرة لأجل إيضاح بعض الأمور أو لأجل فد مادة معينة ما وصلت لكم بشكل إلكتروني فما عندنا إشكال. هذه وسيلة من الوسائل اللي ممكن نحل بها أزمة التعليم الإلكتروني. الوسيلة الأخرى اللي هي الجوجل ميتينج، احنا ممكن نفتح اجتماع إلكتروني اللي هو التفاعل، المحاضرة تكون تفاعلية أكثر. يعني احنا المحاضرة بعد ما أشرحها أنا بشكل فيديو، وأنا راح يكون فقط معطي وحضراتكم فقط متلقي. عندما تعطى المحاضرة بهذا الشكل، لا، ممكن أن تكون المحاضرة تفاعلية، تطلعون على الفيديو، وإذا عندكم مشاكل عندكم استفسارات راح نلتقي بجوجل ميت لإيضاح هذه المشاكل. بشكل عام المادة إن شاء الله ممكن أن يعني تسير أمورها بشكل سلس إلكترونية. المادة اللي تحتاجها فقط هو المتابعة ومتابعة الفيديوهات بدقة، وتحددون شنو المطلوب حفظه، شنو المطلوب فهمه، وهكذا. المادة بشكل عام أغلبها مادة شرح بها مسائل، بس جزء قليل أغلبها راح ناخذ إن شاء الله بالكورس الثاني. المادة أبدا مو صعبة، بس مثل ما نوهت عليكم تحتاج متابعة أكثر. ليش؟ لأن باعتبار أنها شوية تعتمد على اللغة الإنجليزية، وأغلبكم باللغة الإنجليزية شوية عند بعض المعاناة. محاضرتنا اليوم إن شاء الله راح ترتكز على إيضاح المنهاج الدراسي للسنة الدراسية بأكملها. بالسنة الدراسية هاي إن شاء الله راح ناخذ عدة فقرات، فراح نوضح دول الفقرات كلهم. طبعا المحاضرات جاهزة سواء إلكترونيا او محاضرات الوورد والبي دي اف. المحاضرات أنا راح أرفع لكم ملزمة ملزمة، يعني الملزمة الأولى بها أكثر من محاضرة، ما تؤخذ بأسبوع واحد، تؤخذ بأكثر من أسبوع. المحاضرات البقية كلها مسجلة ما عدا الملزمة الأولى، هي غير مسجلة لأن تناولناها العام تناول حضوري، كان أكو الفترة الأولى اللي بها دوام فتناولنا هذه المحاضرة حضوريا، لذلك ما سجلت فيديويا. راح تسجل إن شاء الله حالياً فيديوياً هذه المحاضرة، والبقية المحاضرات موجودة ما عدا مثل ما اتفقنا على هذه الملزمة الأولى. فبداية نريد نشوف يا ترى منهاج السنة الدراسية بأكملها على أي أساس راح يقسم، هذه المادة من شنو راح تتألف. أخلي بعين الاعتبار أنه إحنا بنسولف على شبكات حاسوب، وطبعاً هذا حالياً ويظل هذه الظروف نلاحظ أنه إحنا في مساس جداً قوي مع شبكات الحاسوب. يعني إحنا ممكن أن نرتبط سوية بشبكة صغيرة ممكن أن تشمل دائرة معينة أو تشمل كلية أو تشمل قسم معين في داخل دائرة، أو ممكن أن نرتبط بشبكة أكبر، أنا ممكن أن أربط محافظة كاملة بشبكة حاسوب معينة، أو ممكن أن أوسع أكثر وأن أربط بلد أو أن أربط العالم بأكمله مثل اللي دي يصير حاليا بشبكات الإنترنت.
شبكات الإنترنت بتربط العالم بأكمله، بحيث يعني جعلت مثل كما يقال بأنه العالم أصبح قرية واحدة. يعني أنا بإمكاني أن أتواصل مع شخص موجود في قارة بعيدة جدا عن المكان اللي أنا ساكنة به وبمنتهى السلاسة، ممكن أن أتواصل بشكل اتصال فيديوي أو أتواصل بشكل اتصال صوتي أو إرسال صور أو كل هالأمور جعلت المساحات ما إلها يعني ما إلها لا تؤخذ بعين الاعتبار، المساحات أصبحت لا تؤخذ بعين الاعتبار في ظل تطور شبكات الحاسوب. فبداية راح نعرف احنا خلال هذه السنة الدراسية راح نمر بعدة مواضيع، أولهم بالملزمة الأولى، طبعا ذول الملازم كلهم من السنة الدراسية كلها ملزمة 1 2 3 إلى أن نصل إلى 9 إن شاء الله. فبالنسبة للملزمة الأولى، هذه الملزمة الأولى، أول ما نبدي دريد نسولف على شبكات حاسوب لازم بالبداية نسولف على نظام الاتصالات. نظام الاتصالات بشكل عام مما يتألف، طبعا قبل لا أبدي قبل لا أخوض بالسيليباس، في حال المعلومة وصلت إليك كان بها، ما وصلت ممكن أن تستفسر عنها، بعد الاستفسار كذلك ما وصلت استفسر عنها مرة ثانية، أو أساسا بما أنه إحنا نبين سيليباس فخلال محاضرات خلال المحاضرات القادمة الأمر راح يكون أوضح. خلال المحاضرات اللي راح نتناول صلب المادة وليس السيليباس أكيد المحاضرات راح تكون هواي أوضح. يعني إحنا راح نستعين بعدة أساليب لإيضاح مثلا قانون معين أو فد رسمة معينة أو فد تعريف معين، نستخدم أساليب معينة للإيضاح. فبداية أول ما نبدأ راح نتعرف بهاي المادة، راح نتعرف على ما يسمى بالداتا كوميونيكيشن سيستم. داتا كوميونيكيشن سيستم شنو يعني؟ يعني نظام الاتصالات، نظام الاتصالات وإرسال البيانات. نظام الاتصالات وإرسال البيانات يفترض أن يتألف من عدة components. components شنو يعني؟ مكونات. فبداية شنو المكونات اللي يتألف من عدها أي نظام اتصالات؟ المنطقي أنه يفترض أن يكون هناك مستلم وأن يكون هناك مرسل. يعني أنا حاليا مرسل sender دا أرسل المعلومات لحضراتكم، وحضراتكم receiver مستلمين دا تستلمون المعلومات بالطرف المقابل. أما هذه المحاضرة اللي دا تنقل فتسمى بالمسج، هذه المسج المنقولة لكم. فصار عندنا أول كومبوننت اللي هو المسج، والكومبوننت الثاني اللي هو السيندر المرسل، والكومبوننت الثالث اللي هو الرسيفر المستخدم. المكون الرابع يفترض أن يكون هناك وسط ناقل لأجل إرسال هذه الرسالة. يعني على فرض مثلاً أنا حاليا راح أرفعها على منصة المودول، أو أرفعها على جروب تيليجرام بيني وبينكم، أو أرسلك إياها بفلاش ميموري أيا كان، بس يفترض أن يكون هناك وسط ناقل لنقل هذه المسج وإرسالها ما بين السندر والرسيفر، وهذا ما يسمى بالترانسميشن ميديوم اللي هو الوسط الناقل. ذول الأربعة اللي احنا أكيد على مساس بهم ومجدد علينا. يعني احنا كل احنا نعرف انه حتى يصير اتصالات او يصير تواصل بين سيندر ورسيفر، فأكو سيندر أكو رسيفر أكو مسج أكو ترانسميشن ميديا. الشيء الجديد اللي ممكن راح نعرج عليه او راح نمر عليه هو ما يسمى بالبروتوكول. كلمة بروتوكول اكيد احنا سامعين بها، بروتوكول للكلام، بروتوكول لجلوس، بروتوكول لطريقة تناول الطعام وهكذا. البروتوكول مجموعة من القوانين. كلمة بروتوكول تعني مجموعة من القوانين تحكمنا بفد موضوع معين. زين يا ترى القوانين اللي ممكن أن تحكم نظام الاتصالات هذه شنو معناها؟ طبعا هو هنا أنا متناول فد مثال لطيف حتى يبين موضوع البروتوكول، أو حتى يبين فائدة البروتوكول. قايل بداية البروتوكول هو الأجريمنت بتوين كوميونيكيتينج ديفايسز. الأجريمنت بتوين كوميونيكيتينج ديفايسز، هذه الجملة اللي أنا دا أقرأها. الأجريمنت يعني التوافقية ما بين السيندر والرسيفر. كوميونيكيتينج ديفايسز من هم الأجهزة اللي دا تتواصل؟ هم السيندر والرسيفر. فالأجريمنت الموافقة اللي دا تصير بين السيندر والرسيفر هذه تسمى بالبروتوكول. شلون الموافقة؟ يعني
هسه احنا اول ما بدينا المحاضره اتفقنا على فد اساليب معينه، في حال الطرف المقابل موافق على استلام الماده العلميه بهذه الصوره، اوكي، فاني بيني وبينكم اكو اجريمنت، اكو موافقه. بس في حال انتم مثلا هذه الطريقه اساسا ما افهم عليها ولا اقدر اتبعها، واكو بديل، اكو بديل. هسه احنا بالمناسبه البعض هذه الطريقه غير مواتيه لها اساسا، هي ما مناسبه لها، بس اللي دا يخليها واقع حال انه ما الها بديل، حاليا ما الها بديل، هي هاي الطريقه الوحيده اللي دا تمشي حال. فالاجريمنت موجوده، اوكي، صار بيني وبينك اكو كوميونيكيتنج، صار بيني وبينك اكو تواصل. في حال الاجريمنت ما موجوده التوافقيه، اذا بيني وبينك ماكو تواصل. طبعا هذا الكتاب اللي هو طبعا كتاب بهروس، كتاب منهجي اللي استنبطنا من عند المحاضرات، هذا الكتاب السوه جدا لطيف، حتى الجمل مالته باللغه الانجليزيه من يريد يستعين بهم يستعين باكثر الالفاظ بساطه حتى يكون جمله، يستعين بجمله معينه. فشارح البروتوكول فد مثال لطيف، قال البروتوكول اذا اكو بروتوكول مثل ما اثنين دا يحكون بنفس اللغه، يعني انا اعرف لغه عربيه ويتواصل ويا شخص اخر ايضا يتكلم باللغه العربيه، بذاك الوقت انا ما محتاجه مترجم، ما محتاجه وساطه حتى يبين لي شنو دا يقول. بس في حال اني على فراغ ما افهم اللغه الانجليزيه ودا يتواصل ويا شخص فقط يتكلم باللغه الانجليزيه، بذاك الوقت راح نحتاج الى وساطه، يجي فد مترجم بالوسط يحول الكلام اللغه الانجليزيه مال الطرف المقابل يحول لي اياه باللغه العربيه لاجل ان افهم عليه. هذا طبعا معنى البروتوكول، اوكي. فاذا بدايه اول امر راح ناخذه اللي هو مكونات اي نظام اتصالات، اي جهاز اتصال، اي جهاز اتصالات راح يتالف من ذول الخمس كومبوننت. بعدين راح ناخذ المود اوف الداتا فلو. المود اوف الداتا فلو طبعا المعنى مالتها المود انماط الاتصال، انماط الاتصال مره من عندهم الطريقه اللي احنا بدنا نتبعها اللي هي أحد من عندنا يكون مصدر للمعلومات فقط والطرف الآخر مستلم للمعلومات. على فرض مثلا لو ممكن أن نخلي هذا مثالنا فد محاضرتنا هذه المرفوعة فد مثال على اللي دا نقوله، أنه يوني دايركشنال يعني باتجاه واحد، المعلومة دا تبث فقط من خلالي اللي أنا سيندر وتستلم فقط من خلالكم اللي أنت رسيفر. لما يصير تفاعلي وأنت ترجع علي فيدباك تقول يابا هذا ما فهمته، هذا ما عرفته، هذا عندي بإشكال، بذاك الوقت لا ما راح تكون يوني دايركشنال. كلمة يوني دايركشنال اللي هي هذه الكلمة معناها المعلومة تبث أو ترسل باتجاه واحد فقط لا غير، أبدا لا يمكن أن تعاد بالاتجاه المعاكس. مرة الاتصال يسمى هاف دوبلكس، طبعا هنا هذا السيمبلكس مود، هذا يسمى بالسيمبلكس مود، مرة يسمى بالهاف دوبلكس، هذه المودات الإرسال، ومرة يسمى بالفول دوبلكس. الهالف دوبلكس شنو يعني؟ أوكي، ممكن أن ترجع علي معلومة بس مو بنفس اللحظة، يعني الرسيفر ما يقاطع السيندر ويا ما السيندر يرسل معلومة، يفترض أن الرسيفر ينتظر السيندر يكمل معلومته وينهيها وبعد ذلك يداخل، أوكي، بعد ذلك يداخل على المعلومة المرسلة من قبل السيندر، فبالتالي يسمى بالهالف دوبلكس. الهاف دوبلكس مثال اللي كلش واضح هو الهوكي توكي، وكل احنا شايفين الهوكي توكي اللي هو ذني أجهزة التخاطب اللي عادة يستخدموها رجال الشرطة وبعض الموظفين. هذه أجهزة التخاطب تسمح بإرسال بيانات بنفس اللحظة، إرسال بيانات باتجاه واحد إذا بنفس اللحظة، يعني أنا أتكلم أنطي معلومتي على فرض الأمر يطفد معلومتي، وبعد ما يكمل الأمر يلا يرد علي الجندي مثلا ويقول يابا علم أو وصل أو كذا، أو يجيب على المداخلة الإنطاهية. فإذا يفترض أن تكون إرسال المعلومات بطرفين معاكسين، من الطرفين أكو إرسال واستلام، بس الوقت مو نفسه، بس الوقت مو بنفس الوقت. أما الفول دوبلكس، الفول دوبلكس هو جهاز الموبايل أو جهاز التليفون الأرضي اللي كنا نستخدمه، فهذا لا
ممكن ان نرسل ونستلم في نفس اللحظه، ماكو مشكله. واني دائما اقرب المثال انه اذا اثنين عندهم اختلاف بوجهات النظر ومتعاركين وفاتحين بياتهم خط الموبايل، اكيد ما راح ينتظره يخلص جملته يلا يجي يرد عليه، فتلاقي الاثنين دا يحكون بنفس اللحظه والاثنين دا يسمعون بنفس اللحظه، واللي هو هذا النظام الفول دوبلكس اللي هو النظام الثالث. بعد ذلك راح ناخذ ان شاء الله بهذه الملزمه الاولى مكونات البروتوكول. البروتوكول مما يتالف راح ناخذ ان شاء الله بوقته. بعدين راح ناخذ النتورك توبولوجي. النتورك توبولوجي اللي هو كيفيه التواصل بين الاجهزه وكيفيه ربط الاجهزه فيزيائيا. يعني انا عندي مجموعه من الاجهزه، تكون من عندهم نتورك. هذه النتورك راح ترتبط فيما بينها، كيفية شكل الربط فيما بينهم، دول الأجهزة شلون أربطهم فيما بينهم. فمثلا ربط المش هو هذا الربط اللي موجود أمامك، يقول إذا كل ديفايس موجود على الشبكة يرتبط مع كل ديفايس آخر موجود على الشبكة بشكل منفرد. شو نقصد بشكل منفرد؟ هسه راح نعرف شنو نقصد بشكل منفرد. طبعا شكل منفرد انه هذه الستيشن لو هي رقم واحد اوكي، وهذه الستيشن على فرض رقم اثنين. فتلاحظ اكو خط لاين منفصل رابط الستيشن رقم واحد مع الستيشن رقم اثنين، وكذلك هذه الستيشن لو هي رقم ثلاثة تلاحظ اكو لاين منفصل رابطها مع الستيشن رقم ثلاثة، وكذلك اكو لاين منفصل هذا رابطها مع هذه الستيشن رقم أربعة، وكذلك هذه الستيشن رقم خمسة. اكو ما يسمى بديديكيتد لاين، يعني خط معني منفصل معني بالارسال فقط للبيانات ما بين واحد وثلاثة، ما بين واحد واثنين، ما بين واحد وأربعة، ما بين واحد وخمسة. فبالتالي هذا الشكل يسمى بمش. طبعا هذا الشكل أكيد إلى إيجابيات وإلى سلبيات. واحدة من الإيجابيات واضح كلش واضح إنه إحنا مدام دن نربط كل اثنين بشكل منفرد عن طريق لاين منفصل، فبالتالي احنا بدنا نأمن ما يسمى بالسكيورتي. اكو نسبة امان، اكو بنقل البيانات ما بين السندر والرسيفر، ما حد يقدر يتعرف على المعلومات المرسلة ما بين واحد واثنين الا واحد واثنين. فبالتالي لمش إلها advantages اللي إلها فوائد وإلها مضار، أو كأنما إيجابيات وسلبيات راح نتعرف عليها بوقتها إن شاء الله. طريقة الربط الأخرى اللي هي طريقة ربط الستار. طريقة ربط الستار هذه كل الأجهزة تربط إلى جهاز معين يسمى بهب، وطبعا إحنا كل إحنا متعرفين يعني سامعين بأجهزة الهب. أكو ثلاث أجهزة لربط الديفايسز فيما بينهم، جهاز يسمى هب، وجهاز يسمى بالسويتش، وجهاز يسمى بالراوتر. الراوتر هذا اللي دا نستخدمه احنا ببيوتنا كل احنا وشايفين بدوائرنا، فالهاب الراوتر متعرفين عليه. الهاب هو عبارة عن جهاز يلم مجموعة من يعني حاليا دا يلم مجموعة الكيبلات اللي يربطهم لدول الأجهزة كلهم، بس ما يعمل على أدرسز، ما يعمل على عناوين. يعني المعلومة الموجهة للهاب من قبل هذه الستيشن راح توصل لكل الستيشنات، يعني ماكو سكيورتي. كل المعلومة اللي توصل من أي ستيشن كل الستيشنات البقية قادرة على استلامها، لأن هو موزع من اسمه. شنو يأخذ؟ يوزعها على كل الديفايسز، فما بي ما يشتغل على أدرسز، ما يشتغل على عنوانة، فبالتالي ما بي سكيورتي. بينما السويتش لا، جهاز أحدث أو عفوا أنه الجهاز اللي يأتي بعد الهاب اللي يعمل على مجموعة من الأدرسز اللي تسمى ماك أدرس، فبالتالي الرسالة المرسلة إلى ديفايس معين لا تستلم إلا من قبل هذا الديفايس، لأنه راح يعتمد على أدرس. مثل ما أنت إذا تريد ترسل مسج معينة لشخص على رقم تليفون، مستحيل أن توصل إلى شخص آخر، لأن هذه العنوانة تمت عن طريق هذا رقم الهاتف، فبالتالي يستلمها الشخص المعني بالاستلام فقط. هاي بالنسبة لي طريقة الستار. بالنسبة ربط الستار طبعا راح نتناول بوقتها، راح نتناول أكثر تفصيلا.
ايضا ناخذ الادفانتجز والديس ادفانتجز، سلبياتها وايجابياتها، وين تطبق. الباص هو ربط الاستيشنات بشكل متوالي الى كيبل رئيسي يسمى بالباص كيبل. هذا طبعا الباص كيبل رابطين بذول الاستيشنات بهالشكل. طبعا الرسمة مو واضحة لأن الكتاب مستنسخ ومأخوذ أعتقد من سكانر، مترجم من سكانر، فلذلك بعض الرسمات هذه الرسمة بها مشكلة. عموما أنا أكملت لك إياها بهالشكل. عندنا الاستيشنات مربوطة عن طريق ما يسمى بالدروب لاين إلى مين كيبل، هذا المين كيبل اللي هو الباس كيبل. أوكي، ايضا هذه الطريقه اين تطبق، سلبياتها وايجابياتها راح نتناولها بوقتها ان شاء الله. هذه بالنسبه لطريقه الباص. الطريقه اللي بعدها اللي راح نتناولها ان شاء الله طريقه الرينج، كلمه رينج يعني حلقه، فالتواصل او الربط بين الاجهزه ده تلاحظ يكون على شكل حلقي، اكو دوامه رابطه بين كل الديفايسز عن طريق حلقه مغلقه. ايضا الرينج نتناول ديس ادفانتجز وديس ادفانتجز واستخدامها. اخر طريقه، طريقه الهايبريد. الهايبريد يعني هجين. هجين شنو يعني؟ يعني شكل الشبكة، لا هو ستار على وجه، لا هو باص على وجه. لما نعشق أكثر من شكل بداخل شبكة معينة، فبالتالي إحنا دا ناخذ إيجابيات النوعين، نريد نحصل فد إيجابية معينة من نوع الباص مثلا وإيجابية من نوع الستار، فبالتالي من أدمجهم راح أقدر أحصل على ذول الإيجابيات. لهنا أنا خلصنا من أنواع النتورك توبولوجي. بعدها راح ندخل بموضوع كلش مهم اسمه OSI Model. هذا الموضوع على الأغلب في حال رفعت المحاضرة وأترككم فترة إن شاء الله، يعني ممكن فد أسبوع وبعدها أسألكم عنه. إذا المادة وصلت أوكي كان بها، إذا المادة ما وصلت فعلى الأغلب يحتاج لنا لقاء لأجل إيضاح مادة الـ OSI Model. مادة الـ OSI Model مادة كلش مهمة وبنفس الوقت تحتاج إلى شرح عميق لأجل وصولها. مادة الـ OSI Model يقول نقل البيانات، انتقال البيانات ما بين سيندر ورسيفر تمر بعدة خطوات. خلي نمثلها بسابقا لما كانت ترسل الرسالة عن طريق ساعة البريد. على فرضانين أكتب الرسالة وأضعها بظروف، أخلي طابع، أخلي عنوان الشخص اللي أنا حابة أرسل له الرسالة، طبعاً البلد، المحافظة، الزقاق، الدار، كذا عنوان يفترض بالتفصيل، وأخلي هذه الرسالة بصندوق البريد اللي قريب علي، راح يجي ساعة البريد يأخذه من هذا الصندوق ويوصلها إلى مكان يفترض أن تصل بعد ذلك إلى الرسيفر المعني بالاستلام. مرت بعدة خطوات، هذه الخطوات اللي هي من كتابة الرسالة، إضافة عنوانه، هالأمور هذه اللي كنا سابقاً نشوفها بإيدينا. يقول اكو عمليات مشابهه كلش الها راح تتم ما بين السندر والرسيفر. عمليات مشابهه راح تتم ما بين السندر والرسيفر عن طريق ايضا مره اضافه عنوان، مره اضافه عنوانه، مره نقل، مره اضافه مصحح، وهكذا. ذول الامور راح تتم عن طريق فد خطوات معينه راح يسميها ليارات. ليارات يعني طبقات. كلمة لير تعني طبقة، وذول الطبقات راح تمر الرسالة لأجل أن تنتقل من مني كوني سيندر لكم كونكم رسيفر. يفترض أن تمر بسبع مراحل أو سبع طبقات. ذول الطبقات اللي هم الفيزيكال والداتا لينك، نتورك، ترانسبورت، سيشن برزنتيشن، وأبليكيشن لير. ذول إن شاء الله راح نتناول كل وحدة تفاصيلها عند وقتها. المطلوب من ندخل بذول الليارات، ما مطلوب من عندك تحفظ أبداً. المطلوب من عندك انه تفهم بكل ليار شنو دا يصير. عادة بكل امتحان هذه المادة تدخل، هذه المادة يجي من عندها سؤال، والسؤال يعتمد على الفهم فقط. أنا ما أريد من عندك أن تحفظ ذول الليارات والوظائف مات الليارات. وكانوا الطلاب كلش مرحبين بهاي الفكرة، انه قلي لي عدد وظائف الترانسبورت لير وانا عدد لك اياهم. لا،
مو هالشكل السؤال. أنا أريد بعد ما تاخذ ذول الليارات كلهم أن يصير عندك إدراك لمعنى انتقال الرسالة إلكترونيا ما بين سيندر وما بين ريسيفر. بأخير شيء بذول الليارات نكون قد أنهينا من مادة الملزمة الأولى اللي احنا اتفقنا كون الملزمة لا تعطى بأسبوع وإنما هي أكثر من محاضرة، فالأفضل تسميتها بملزمة. فإذا انتهينا من الملزمة الأولى راح ندخل إن شاء الله بالملزمة الثانية اللي شوية تعني بموضوع آخر وموضوع البروتوكولات. ذول الليارات اللي تعرفنا عليهم الليارات السبعة بالمحاضرة المفروض السابقة، فراح نتعرف على البروتوكولات اللي تخص الطبقات. نمر على البروتوكولات، نشوف كل بروتوكول شنو وظيفته، نشوف كل بروتوكول شنو وظيفته، بعدين نتعرف على الادريسنج، نتعرف على العنوانة. العنوانة موضوع كلش مهم، يفترض لكل سيندر لكل رسالة يجب أن تحتوي على أربعة عناوين على شبكة الانترنت لوصولها بشكل صحيح وآمن إلى الرسيفر المعني. راح نجي نتعرف على ذول الأربع عناوين، بعدين راح نتعرف إن شاء الله على ذول الفقرات اللي ما أخفي عليكم إنه أنا ذول جبتهم بالامتحانات. هذه الفقرات ما مطلوب من عندك تحفظها، بس المطلوب من عندك تفهم الشرح اللي راح أشرحه على هاي الفقرات. فوارد كلش أن يجيك الفقر بشكل كامل أو أن يقتطع جزء من عنده وسألك في سؤال معين أنا شارحته إليك سابقا وجاوبني على هذا الفقر، بس ما مطلوب من عندك أن تحفظ الفقر على الغيب لأن ماكو داعي وماكو فد فائدة من حفظ الفقر. هذه بالنسبة للملزمة الثانية. بالنسبة للملزمة الثالثة راح نتناول موضوع يسمى peer to peer process اللي هو التواصل ما بين الطبقات، كل طبقة وطبقتها المماثلة، و permatives اللي هي العمليات الconnection كيف راح يكون ما بين السيندر وما بين الريسيفر. هذا بالنسبة للملزمة الثالثة. بالنسبة للملزمة الرابعة راح نتناول تقسيم الشبكات وفقا للحجم. بالملزمة الأولى تناولنا تقسيم الشبكات وفقا لكيفية الربط، يعني قلنا ذول الديفايسز لما مربوطين بهالشكل أصيح لمش، لما مربوطين بشكل آخر ممكن أصيح لستار أو أصيح لباص أو بينما إذا أقسم الشبكات وفقا للحجم، فإذا أنا أسولف على المساحة والرقعة الجغرافية اللي راح تغطيها هاي الشبكة. فإذا هاي الشبكة تغطي رقعة جغرافية صغيرة أصيح لها لان أو local area network، وأغلبنا سامع بهاي التسمية وراح نأخذ أنواع اللان. أما إذا تغطي مساحة جغرافية ورقعة جغرافية أكبر فأصيح لها متروبوليتان area network أو متوسط أمان. هذه المتروبوليتان area network راح تغطي مساحة أو رقعة جغرافية أكبر، بينما الوان اللي هي الوايد اريا نتورك بذاك الوقت ممكن ان تغطي مساحة بلد كامل، بينما المان ممكن ان تغطي مساحة محافظة. الوان ممكن ان تغطي مساحة بلد كامل، وبعد ذلك راح ناخذ الشبكة اللي هي اكبر من المان واكبر من الوان واكبر من اللان اللي تحتوي على اكثر من مكون من ذول الشبكات اللي هي شبكة الانترنت. ان شاء الله راح نتناولها بوقتها. أوكي، هذه بالنسبة للملزمة الرابعة. بالنسبة للملزمة الخامسة، راح نأخذ الادريسنج. الادريسات اللي تعلمنا لهم الأربع ادريسات تعلمنا عليهم إن شاء الله نكون سابق، أنا أعتقد يفترض أخذناهم بالملزمة الثانية أنواع الادريسات. راح نجي ونتابع ونأخذ بالتفصيل الممل ما يسمى بالآي بي ادريس. كلكم شايفين الاي بي ادريس او كلكم سامعين 172 دوت بهذا الادريس الادريسات اللي شايفيها على الراوترات. فراح نشوف يا تراش هذه الادريسات كيف تعطى، كيف تطبق، شنو ترتيبها، من كم بت تتكون، يا ترى عددهم محدود او غير محدود، هالامور كلها وكيف تكتب وكيف تعامل وياها. هذه المحاضره بها هواي بها مسائل، بها عده شرح، عده امور نوصلها ان شاء الله في وقتها. هذه الملزمه تخص فقط الاي بي ادريسنج. اما الملزمه السادسه، من الملزمه السادسه فصاعدا الموضوع راح يكون اتصالات اكثر، يعني اللي يستلطف ماده الاتصالات راح يستلطف اسس شبكات الحاسوب بالكورس الثاني اكثر. ماده اسس شبكات الحاسوب بالكورس الثاني شويه راح تميل على الاتصالات، راح تسولف لي على الداتا والسيجنالز، انتقال الداتا والسيجنالز ما بين السيندر والريسيفر، كيفيه الانتقال، نتعرف على الانالوج والديجيتال،
كيف نتعرف على خواص اي ساينسويدال سيجنال، شلون راح يكون التردد فيز امبليتيود وهالامور اللي احنا على رباط بيها. كذلك نتعرف على ما يسمى بالتحويل ما بين الفريكوانسي دومين وما بين التايم دومين، وبعد ذلك راح ندخل على موضوع كلش مهم، موضوع الباندويث. موضوع الباندويث اللي هو عرض الشانل الناقلة للمعلومات وأهمية عرض الشانل الناقلة للمعلومات، ويا ترى هل هذه الشانل اللي متوفرة عندي كافية لأن تنقل المعلومة الفلانية أو غير كافية؟ هذا يعتمد على ما يسمى بشانون ثيورم اللي راح نتعرف عليها إن شاء الله في الملزمة السابعة. الملزمة السابعة ملزمة كلش مهمة، تشرح موضوع الباندويث اللي احنا سابقا متعرفين عليه، وتشرح لنا أيضا نظرية شانون اللي هي مدخل مادة الانفورميشن ثيوري لكم إن شاء الله بالمرحلة الرابعة. راح نتعرف على شانون ثيورم وعلى تفاصيل شانون ثيورم إن شاء الله بوقتها في هذه الملزمة، والموضوع جدا لطيف. بعد ذلك ناخذ الملزمة الثامنة. الملزمة الثامنة راح نتعرف على ارسال واستلام البيانات، وراح يركز اكثر على الشانل الناقلة. الشانل الناقلة لها اشكال، يعني الشانل سواء كانت وايرد او وايرلس، الوايرد لها اشكال وليس شكل واحد. يعني اكو وايرس اسمه تويستد بير كيبل، اكو وايرس اسمه كوكسيال كيبل، اكو فايبر اوبتيك. يا ترى شنو الفرق الجوهري بيناتهم؟ راح نجي نتعرف على كل مزايا كل واحد من عندهم وتحمله وتقبله للترددات المعينة لأجل النقل، وتأثره بالظروف الخارجية. هذا الأمر راح نتعرف عليه إن شاء الله بالملزمة الثامنة. أما الملزمة التاسعة والأخيرة فراح تكون تشرح الموديليشن والمولتيبلكسينج. الموديليشن هو فد موضوع المهم، واحنا معرجين عليه سابقا، وراح نشوف شو وقت نحتاج موديليشن. مره ننقل بيانات بدون الحاجه الى الموديليشن، ومره لا محتاجين ننقل بيانات مع وجود حاجه للموديليشن. فبوقتها راح نتعرف على انواع الموديليشن وانواع المالتيبلكسينج. اما المالتيبلكسينج فهو استخدام شانل واحده لاجل ارسال عده بيانات عن طريق تقسيم هذه الشانل بالوقت، او تقسيم الشانل بالفريكوانسي، او تقسيم الشانل بالفيز، او فلذلك ممكن ان استغل شانل واحده لاجل ارسال عده بيانات بين اكثر من مستلم واكثر من ريسيفر. هذا ان شاء الله يكون نهايه الماده اللي تؤخذ في نهايه العام الدراسي. بهذا نكون احنا قد غطينا بدايه المنهج بشكل تفصيلي والاطلاع على المنهج بشكل عام. إن شاء الله محاضرتنا للأسبوع القادم، إحنا في وقت المختبر راح ترفع أيضاً لكم محاضرة تعريفية تخص البرنامج، إن شاء الله طبعاً تخص البرنامج اللي راح نشتغل عليه بالمختبر. وأطلب من كل واحد من عندكم أن ينصب على جهازه الخاص و نتعرف على برنامج السيسكو. إذا موجود عندكم البرنامج أوكي أو قدرتوا تحصلوا كان بها، ما قدرتوا أنا ممكن أن أرسل لكم إياه بشكل ملف ونتنصبه على جهاز الحاسوب الخاص بيك لأجل أن نتبع سوية المختبر. المختبر المادة مالته تكون كلش لطيفة وتعزيز إن شاء الله للنظري، نأخذ بها فد أمثلة بسيطة لأجل أن تعزز فكرة النظري اللي راح تأخذ خلال محاضرات النظر. أمنياتي لكم بالموفقية. المحاضرة اليوم كانت لأجل تغطية المنهاج وتعريف المنهاج بشكل عام. محاضرتنا إن شاء الله الأسبوع القادم راح تبدأ بأول ملزمة وبأول محاضرة لهذه الملزمة. شكرا لكم.